تعكف الغضيض من الجمعيات والمجموعات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعكف على تنظيم العديد من الخرجات الميدانية من أجل جمع المخلفات البلاستيكية والزجاجية من أجل تنظيف الشواطئ. والعينة موست أرتين طلبة وناشطون في المجتمع المدني تجندوا لتنظيف الشواطئ بولاية مستغانم. نتعرف على نشاطاتهم إذن مع غزار الدنيا عضو النادي في مداخلة عبر السكايب من ولاية مستغانم. صباح الخير دنيا. صباح الخير، اهلا بك. اذا دنيا، تقومون في هذه الايام على غرار العديد من الانشطه والعمليات التطوعيه بتنظيف الشواطئ، حدثينا اولا عن الجمعيه او النادي. اولا احنا يا نادي، احنا مجموعه سمونا مصاعد. نعم، تاسسنا العام اللي فات، وكانت البداية تاعها فكرة بين زوج بنات، باش نعرفوا بلي الفكرة حاجة تكون بسيطة مع الأول بصح طيق تولي حاجة كبيرة. نعم. هنايا ما نطفوش غير شواطئ، نبغوا نمسوا جميع الأماكن الطبيعية. باغ إكزومبل نروحوا للغابات، نروحوا مام لي سيت هيستوريك تاوعنا باش نحافظوا على التراث. نعم، ونحاولوا نمسوا كم كبير من الولاية، ماشي غير السونتر، نبغوا نروحوا ان بو بارتو. يعني عملكم لا يقتصر فقط على الولاية وإنما مختلف بلديات ولاية مستغانم. رانيا، نعم. طيب رانيا، قلت أنكم كانت فكرة تأسيس هذه المجموعة التي تتخذ من الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي منبرا لها للتخصيص وأيضا الدعوة إلى المشاركة والعمل التطوعي. الهدف من هذه المجموعة، ياريت لو تحطينا عن الهدف حتى نقدم مثال لشباب الجزائري. طبعا كيما قلتي حنايا المنصة الأولى تاعنا هي مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، ونعرف دروك في وقتنا الحالي أن مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تخدم بزاف. أي حاجة تحدث تنحط قبل في مواقع التواصل الاجتماعي والناس تعرف بها، على بها اخترناها نتكلم عن العمل التطوعي والهدف منها اليوم، خاصة أنه كل هذه المبادرات التي تقومون بها هي مبادرات شبانية وتدعو إلى أن التغيير يبدأ من عندنا، نحن إذا رأينا شيء فلنغير. هذا هو ربما مبدأكم. نعم، قلتي سقطتيني، سمحي لي مدام. على الهدفنا الاول، هدفنا الاول هو التوعيه. احنا يعني نخرجوا في خارجات باش نطفوا مكان ولا نرسموا جداريات، ولا هي اول حاجه نبغوا نديروها هي التوعيه. باسكو حنايا ما بغيكوش نديروا اي حاجه وحدنا. سي فغي حنا نخرجوا هذيك البلاصه ولا هذاك المكان نطفوه، صح وحدنا ما نبغيو نديروا والو باسكو يعاود يولي يتوسخ ويعاود يولي كيما كان. دونك حنا نبغوا نوعوا الشعب تاعنا وبالاخص الولايه، اهل الولايه تاعنا، باش مين يشوفونا نقوا ما يعاودوش يوسخوا هذيك البلاصه. نعم، ومواقع التواصل الاجتماعي هي اول منصه لنا باسكو تتمشى بها التوعيه بالخف. من نحطوا فيها دي فوتو ولا دي فيديو الناس تتفاعل معنا غابيدمون. نعم، جميل جدا هذا، خاصة أنه تستغلون مواقع التواصل الاجتماعي كما قلت من أجل التوعية والتحسيس. لكن حدثيني اليوم عن دوركم كشباب في المجتمع الجزائري ونظرتكم للتغيير ومفهوم التغيير، خاصة كما قلت أنه الهدف اليوم هو أن نقف عند مثلا النفايات في الشواطئ ونبدأ في الانتقال، بل بالعكس نقوم نحن بالمبادرة. نعم، معليش تعاودي لي لا كيستيون مدام.
نعم، قلت لك أنه لنتحدث عن دور الشباب اليوم في تغيير المجتمعي وأيضا ترسيخ الثقافة المجتمعية والعمل التطوعي وأيضا المدني. الشباب دروك هو المستقبل، نعم وشباب دروك كل ما يتعلمش هذه الأفكار والمبادئ تاع التغيير في المستقبل ما يوليش البلاد ما يوليش مثمر. من نبغو حنايا من الوقت الحالي من دروك نبغو نرسخوا هذه المبادئ الجديدة لنا، باغينهم يولوا مبادئ جديدة في المجتمع تاعنا باش الشباب ما يبقاش ماكت، ما يبقاش كيما كان بكري. حنا باغيين شباب جديد، انا باغيين الناس تتعلم تنقي، باسكو الطبيعه حنايا كل ما نقوهاش كل ما نساعدوهاش هي تتنقى، هي ما تتنقاش وحدها، حنايا اللي لوتناها من لوتناها خاصنا نعاود نقولها ونقوها. جميل جدا. طيب رسالتك في الختام للشباب. رسالتي للشباب انه ما يسكتش على شراساري للطبيعة، و يعني بغيتو ينضم لينا سورتو تاع المدينة تاعنا موسى غانم، وما حنايا فكرة تاعنا موسى اختلط غير فكرة، تسمى في كاع الولايات الاخرين يبداو يديروا اي مجموعة باش يبداو ويديروا في التغيير، باسكو التغيير ما يجيش غير وحده. حنا هادوك زوج بنات نخمو في التغيير، ما تلقاو ايجابيه وتفاعل ما خلاوهاش غير بيناتهم. حلوا دي جروب فيسبوك، حلوا دي جروب في نيمبورت كان ريزو سوسيو ريزو سوسيال باردون، وهضروا بيناتكم وتفاهموا على مكان، والحاجه تبدا غير ايفينمون واحد، تبدا غير خشب واحد كيما حنايا بدينا في الموقع تاعنا الاتاري سموه العرصه، بدينا تما وهذاك نعتبروه مهد للمجموعه تاع موسى ارت، ونحفز الشباب باش ينضم للمجموعات، ينضم للنوادي، ينضم للاساسياسيون. باش يبدا التغيير. باذن الله. تفضلي. معلم بيسكو حنايا المنصه تاعنا الاولى هي المواقع التواصل الاجتماعي، معليش نسقسيكم تنضموا لنا. عندنا الفيسبوك تاعنا هو موسى اخت. موسى اخت تكتب ام او اس تي دير تيغي ا تيغي اخ تي، وفي الانستغرام موسى اخت دي زاد الى بغيتوا تنضموا الينا. وشكرا. نعم، شكرا لك غزار دنيا عضو نادي مستأرث الإلكتروني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا.